والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أريد أن أشكر السيد رئيس الجمهورية على ثقته التي وضعها فينا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنه بالرقي وازدهار هذا القطاع. كما أشكر كل الحاضرين في حفل التنصيب، على رأسهم السيد وزير العدل الحافظ الأختام، وإن شاء الله سنكون عند حسن الحظ. أشكركم جزيلا، شكرا جزيلا.